بالنسبة للتعادل هو تعادل منصف، ولكن ماشي هو هذاك المستوى المنتخب المغربي اللي بان عليه في الاول، يعني دخلوا متخوف. المباراة كانت في يدهم، ولكن التخوف ديالهم ما عرفتش واش دخلوها السياسة ما ومدرب عنده مشكل في الوسط وما دخلش. هذه الهضرة مريني، عنده مشكل في الوسط وما بدلش الوسط. حافظي الله يسمح لنا مدمر، كيدخلوا بباطومور النهيري. ايوا الخوا ماشي هي هذه الكره والله، مسحب ما ماشي هذا منتخب للتنين. انا غير شفته في الاول، مي كيبغي ماركي كون كيماركي، هذا دليل على انه منتخب داخل متخوف. صافي بارديدو مزيون اخا، ايوا في المستوى اللي كنا كنتسناو في بارديدو طلع مزيون. شني اللي غلب بصحته اخا وحنا يا خوت في حد الجزائر في حمار؟ كان باغي يكون منتخب جزائري بعد اخوه ديالنا وكذا والصعود الى نصف النهائي، نرجعوا للمنتخب المغربي. كان عندنا النقص في الوسط، في الوسط ترينادور قام بالتغيير لا علاقه لها. كان عندنا النقص في الوسط حافيدي وش كيقولوا له جبران تعطل، جا عند الديفيسا دخل في عوت الحافيدي، دخلنا ياخذ ديك با معمر، كان خصو يهاجم، كان خصو يهاجم كثر، صدق هو رجع يدافع، قوة الخوف ديالو هو دافع. واش غنقولوا له المرة اللي ما جا؟ وهذا ماشي منتخب اللي كنعرفوا حنايا، اللي كنا كنتوقعوا منه شي نتيجة أحسن. الكرة ما لعبوهاش، لا كانوا لعبوا الكرة كانوا غيغلبوا، ما لعبوا والو في الأخر خلاوها في السماء عاود. ايوا ما خشاوش بينارتي ديالهم. صافي الحظ ما كاينش. الحظ صافي، الكرة لعبت علينا، حنا خوت، حنا خاوة، حنا خاوة. حنا الجزائر، المغرب خاوة، أمة سيدنا محمد. كنشكر المنتخب الوطني المغربي المحليين لوصوله الى هذه المرحله، رغم اننا انهزمنا في دور الركلات الترجيحيه بركلات الحظ. للاسف نشكر المغاربه على جهودهم وعلى الدعم المغربي وعلى الجماهير كامله عامه بصفه عامه، واشكرهم جميعا وكل الشكر للجماهير المغربيه، ودائما ديما المغرب وديما ماروك. مقابله مزيونة، تفرجنا لعبنا كره مع الحد ما معناش، وهرس لك الجزائر وتعصبنا وما كاين مشكل. حنا خوت 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 خوه خوه وي وي خوه 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 خوه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.